حراك واسع الخطى لم يتوقف منذ أكثر من عام ونصف، يؤكد الفاعلون فيه على عدم تقديم أي تنازلات حتى استعادة كامل المسار الديمقراطي الذي بلغ ذروته في ذكرى الثورة الرابعة. مصادر ميدانية رصدت خروج مئات المظاهرات على مستوى الجمهورية. سجلت محافظات القاهرة الكبرى وحدها نحو 200 فعالية لم يسلم معظمها من اعتداءات قوات الأمن، ما أسفر عن وقوع قتلى ومصابين. حي المطرية بشرق القاهرة وللعام الثاني على التوالي من إحيائه لذكرى الثورة شهد مواجهات عنيفة بين المتظاهرين الذين استخدموا النبال والألعاب النارية وقطع الطرق لمنع تقدم قوات الأمن نحوهم. شهود عيان أكدوا مقتل ما لا يقل عن 10 متظاهرين ومجنة شرطة وإصابة العشرات، بينهم عدد من الضباط. مشاهد اعتداء الشرطة وسقوط قتلى بين المتظاهرين تكررت في محافظات أخرى منها الإسكندرية والبحيرة. تظهر الصور تعدي رجال أمن في زي مدني على متظاهرات في الإسكندرية، كما أكدت مصادر اعتقال أكثر من 150 متظاهرا. في شمال سيناء، ورغم إحكام قوات الجيش قبضتها هناك ومد قرار فرض حظر التجوال لثلاثة أشهر أخرى واستمرار حملات الاعتقال، خرجت عدة مسيرات شبابية في مدينة العريش على فترات متقطعة، ما استدعى وصول أعداد أخرى من المدرعات والآليات العسكرية بحسب مصادر قبلية، والتي جابت شوارع المدينة لملاحقة المسيرات. التطور اللافت في هذه الذكرى هو بروز أعمال ما يسمى بالمقاومة الشعبية، التي تبنت عمليات قطع طرق وسكك حديدية وحرق مقار حكومية وأمنية، بالإضافة إلى استهداف عدد من الضباط والمجندين على مستوى الجمهورية. حركة جديدة أطلقت على نفسها العقاب الثوري، قالت في تغريدة لها على حسابها على تويتر إنها نصبت كمينا محكما لتشكيل عسكري أصابت فيه عددا من الضباط والمجندين. الاستخدام المفرط للقوة من جانب الجيش والشرطة وردود الأفعال المتمثلة في ظهور حركات مقاومة قد يفتح الباب أمام مسارات أخرى للمشهد السياسي المعقد أصلا في مصر. حراك واسع الخطى لم يتوقف منذ أكثر من عام ونصف، يؤكد الفاعلون فيه على عدم تقديم أي تنازلات حتى استعادة كامل المسار الديمقراطي الذي بلغ ذروته في ذكرى الثورة الرابعة. مصادر ميدانية رصدت خروج مئات المظاهرات على مستوى الجمهورية. سجلت محافظات القاهرة الكبرى وحدها نحو 200 فعالية لم يسلم معظمها من اعتداءات قوات الأمن، ما أسفر عن وقوع قتلى ومصابين. حي المطرية بشرق القاهرة وللعام الثاني على التوالي من إحيائه لذكرى الثورة شهد مواجهات عنيفة بين المتظاهرين الذين استخدموا النبال والألعاب النارية وقطع الطرق لمنع تقدم قوات الأمن نحوهم. شهود عيان أكدوا مقتل ما لا يقل عن 10 متظاهرين ومجنة شرطة وإصابة العشرات، بينهم عدد من الضباط. مشاهد اعتداء الشرطة وسقوط قتلى بين المتظاهرين تكررت في محافظات أخرى منها الإسكندرية والبحيرة. تظهر الصور تعدي رجال أمن في زي مدني على متظاهرات في الإسكندرية، كما أكدت مصادر اعتقال أكثر من 150 متظاهرا. في شمال سيناء، ورغم إحكام قوات الجيش قبضتها هناك ومد قرار فرض حظر التجوال لثلاثة أشهر أخرى واستمرار حملات الاعتقال، خرجت عدة مسيرات شبابية في مدينة العريش على فترات متقطعة 200 فعالية لم يسلم معظمها من اعتداءات قوات الأمن، ما أسفر عن وقوع قتلى ومصابين. حي المطرية بشرق القاهرة وللعام الثاني على التوالي من إحيائه لذكرى الثورة شهد مواجهات عنيفة بين المتظاهرين الذين استخدموا النبال والألعاب النارية وقطع الطرق لمنع تقدم قوات الأمن نحوهم. شهود عيان أكدوا مقتل ما لا يقل عن 10 متظاهرين ومجنة شرطة وإصابة العشرات، بينهم عدد من الضباط. مشاهد اعتداء الشرطة وسقوط قتلى بين المتظاهرين تكررت في محافظات أخرى منها الإسكندرية والبحيرة. تظهر الصور تعدي رجال أمن في زي مدني على متظاهرات في الإسكندرية، كما أكدت مصادر اعتقال أكثر من 150 متظاهرا. في شمال سيناء، ورغم إحكام قوات الجيش قبضتها هناك ومد قرار فرض حظر التجوال لثلاثة أشهر أخرى واستمرار حملات الاعتقال، خرجت عدة مسيرات شبابية في مدينة العريش على فترات متقطعة، ما استدعى وصول أعداد أخرى من المدرعات والآليات العسكرية بحسب مصادر قبلية، والتي جابت شوارع المدينة لملاحقة المسيرات.
التطور اللافت في هذه الذكرى هو بروز أعمال ما يسمى بالمقاومة الشعبية التي تبنت عمليات قطع طرق وسكك حديدية وحرق مقار حكومية وأمنية، بالإضافة إلى استهداف عدد من الضباط والمجندين على مستوى الجمهورية. حركة جديدة أطلقت على نفسها العقاب الثوري قالت في تغريدة